بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا البرنامج إن شاء الله سبحانه وتعالى سوف نحاول أن نقف مع عدة رسائل لهذا الشهر الكريم، الشهر العظيم، الشهر الذي ميزه الله تعالى عن باقي الشهور، شهر القرآن الكريم، شهر التوبة والإنابة والإقبال والطاعة، شهر قال فيه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا كانت أول ليلة من رمضان غلقت أبواب النيران وفتحت أبواب الجنان وصفضت مردة الجن والشياطين، ونادى مناد من قبل الله: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أذبر. فهو شهر مميز عن باقي الشهور كلها، ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد استودع هذا الشهر الكثير الكثير من الفضائل، والكثير الكثير من الخيرات، والكثير الكثير من الرسائل. نحاول بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء أو في هذا البرنامج أن نقف مع تلة من هذه الرسائل، عساها تكون بإذن الله سبحانه وتعالى حافزا لنا، منبها لنا، دافعا لنا إلى مزيد من الإقبال على الله سبحانه وتعالى، وإلى المزيد من اغتنام هذا الشهر المبارك، وإلى المزيد من الطاعات، وإلى المزيد من القربات، لعل الله سبحانه وتعالى يختم علينا هذا الشهر بأن نكون فيه من العتقاء، وأن نكون فيه من المقبولين بإذن الله سبحانه وتعالى. رسائل ورسائل في هذا الشهر المبارك، نحاول بإذن الله سبحانه وتعالى أن نقف معها، أن نغتنمها، أن نقتبس منها. عسى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى صالح الأعمال، وأن يختم لنا بصالح النيات والأقوال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.